ورحب بالسيد المحافظ الصديق، ورحب بالسيد الكبير الأمن، وبالسادة الكبير الأمن، ورحب بالسيدة نائبة المحافظ، وبكل الضيوف الأحباء القيادات التنفيذية والشعبية. أنا الترجمان المصريين كان اسمه الميلاد الطبية، وطبية جاية من كلمة مشهورة معناها الأعلى أو الأسمى. هي مختص جدا في العالمين في اسكندريه، هذا المكان التاريخي اللي هو اصل الكاتدرائيه واصل الكوزيه، يعني هو ده هو ده تاريخنا التاريخي. التاريخ ممكن نرجع لها ونرجع لفتره، مش هنقول مش هناخد من القاهره حقها، عشان ان شاء الله السنه الجايه زي دلوقتي تكون مش بس الاسلامي، فاكر كل الناس كل دول العالم عشان ياخدوا البركه ويجوا مدرسه بابا ويحتفلوا معاه ويبقى في برنامج كلهم طبعا كلهم بيتحدوا.